نبت الأرض وابن السماء، الحرية والفن عند علي عزة بيجوفيتش. هل يتعارض الإسلام مع الفن؟ أو الإيمان مع تذوق الجمال؟ سؤال مثير للجدل في الأوساط الإسلامية المعاصرة. يقدم المفكر الإسلامي الدكتور محمد بن حامد الأحمري جواباً شافياً في كتابه نبت الأرض وابن السماء، الحرية والفن عند علي عزة بيجوفيتش، حيث يذكر فيه حياة علي عزة بيجوفيتش، كتبه وأفكاره في الفن والدين والحب والمرأة والأدب والفلسفة، مبيناً أن الإلحاد نادر بين كبار المبدعين، فالإلهام يعني حضور روح علوية تخترق كيان الفنان لتمنحه الموهبة والقدرة على الإبداع. أما حين يصطدم الإبداع الأصيل بنص ديني، فعلينا إعادة النظر في تأويل الأخير. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب نبت الأرض وابن السماء. العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.